مساء الخير زمان واحنا صغيرين كنا بنلعب مع بعض لعبه سيب ونسيب حد ياخد مننا شنطه الكتب فناخد منه الكرة بتاعته ولو ما جبتش حاجتي مش هتاخد حاجتك وبعد ما كل واحد يرجع اللي معاه ونتصالح كان دايما في حد بيغدر وبيرجع في كلامه في ناس لحد النهارده وهم كبار بيلعبوا نفس اللعبه معانا زي ساره بطل القصه حقيقيه النهارده اللي جوزها كل شويه يلعبها لعبه غريبه جدا. لما تروح للمأذون أو ترفع عليه قضية طلاق يرجع يعيط ويقول لها سامحيني مش هعمل كده تاني ويجيب ناس تضمنه وبعد ما تسامحه ينسى وعوده ويرجع تاني زي ما كان. إيه اللعبه بقى اللي جوز ساره بيلعبها معاها؟ تعالوا نسمع القصه من أولها ونشوف ساره بعتت تقول لنا إيه. اسمي ساره وعندي 37 سنه، اتجوزت وانا عندي 16 سنه، اتطلقت وانا عندي 20، اتطلقت عشان جوزي الاولاني ما كانش بيخلف، كل واحد راح لحاله، ما عداش وقت قليل واتجوزت تاني لاني كنت لسه صغيره وجميله، واللي اتجوزني المره دي كان ابن خالتي، كان شخص هادي وطيب ومتدين وحسيت ان ربنا عوضني بيه عن تجربتي اللي فاتت، لكن للاسف طلع اصعب اول ثلاث سنين جواز كنا كويسين مع بعض صحيح كان في بعض المشاكل بس كانت حاجات بسيطه بتحصل في كل بيت والدنيا كانت ماشيه كويس لحد ما اتغير وبقى واحد تاني من اول ما جاب لابتوب والنت دخل البيت وعينه فتحت على حاجات ما كانش يعرفها وابتدى يتعرف على ناس تانية وقتها بدأ يبعد عني بالتدريج بدأت المشاكل تزيد بينا والأهل تتدخل في الأول كنت بسيب البيت شوية وأقعد شوية، بعدها بقيت تقريبًا مش قاعدة في البيت من كتر المشاكل وتدخل الكل في حياتي واللي زود المشاكل أكتر إن جوزي كان شغال محاسب في قرية سياحية، كان بيسافر يشتغل هناك وبينزل أجازة أسبوع كل شهر أو اتنين حسب ظروف الشغل لحد ما سابني خالص وبقيت عايشة من غيره والمشاكل مستمرة بس مش عارفة أخد موقف. واسيبه بحكم اني كنت خلفت منه ولد وبنت ووالدتي كانت خالته وياما حاولت تتدخل وتحل كانها امه مش حماته بس ما حدش كان بيسمع لها واهله كانوا في صفه في كل تصرفاته الغلط وعايزين يجيبوا الغلط عليا وخلاص ورغم اسلوبهم وطريقتهم اللي ما راعتش صله الرحم كانت امي دايما بتحاول تطيب خاطري وتهديني وتقولي استهدي بالله ما تطوعي شيطانك وتخربي بيتك اللي يصبر ويتحمل عشان بيته وعياله ده مش ضعيف بالعكس ده إنسان بيعرف ربنا وبيتعامل بالحسنة وأنا أسمع كلامها مع إني شايفة في عينيها نظرة قهر وحصرة بسبب تصرفاتهم معي لحد ما اكتشفت من حوالي 8 سنين إنه متجوز علي من واحدة أكبر منه تعالوا نقف هنا شوية طب عرفتي إزاي يا ساره وعملتي ايه ساعتها؟ تعالوا نسمع. كانت زميلته في الشغل يا سالي عرفت الخبر من الناس بره مش منه لانه وقتها كان عاملي بلوكات على كل حاجه اتصالات واتساب وفيسبوك وكله كان سايبني كمان من غير مصاريف انا وعياله. في الفتره دي انا كنت حامل في البنت الثالثة وقاعده عند بابا وهو اللي بيصرف عليا انا واولادي ومجرد ما عرفت طلبت الطلاق وهو رفض والكل قاعد يقول لي اتحملي يا ساره بكره يرجع لبيته استحملي عشان ولادك اتحملي عشان ما ينفعش تطلقي لتاني مره واللي صعب الموضوع اكتر ان بنتي تعبت وجالها كانسر وكانت بتتعالج في مستشفى سرطان الاطفال تلخمت وقتها في مرض البنت وإنتوا اكيد عارفين قد ايه رحله العلاج بتكون صعبه ومتعبه رغم صعوبه الابتلاء جوزي ما وقفش جنبي ولا وقف جنب بنته في مرضها كان شايل ايده من كل حاجه خاصه مصاريف ولاده وتربيتهم لما البنت دخلت في مرحله المتابعه وربنا شفاها رجعت تاني اطلب الطلاق المره دي شلت عزالي كله رحت انا وهو عند المازون واهلي واهله وكانوا موجودين كنت مصممه على الطلاق بريته من كل حاجه قلت لهم مش عايزه منك حاجه بس سيبني قعد يعيط قدامهم زي العيل الصغير وقال لي اديني فرصه تانية هتشوفي انا هعمل معاكي ايه انا خلاص فقت ومعترف بغلطي وعايزه اعوضكم عن كل اللي فات والكل قال لي خلاص يا ساره ارجعي جوزك عارف قيمتك وعايز يتغير قلت طيب اسمع كلامهم واجل خطوه الطلاق واشوف هيحصل ايه بعدها بفتره بسيطه مراته التانيه خلعته وكرهت العيشه معاه مع انها خلفت منه ولد قلت خلاص اكيد هيعرف ان الله حق وهيرجع لبيته قررت اديله فرصه تانيه لحد ما اكتشفت انه فيش فايده ورجع تاني اسوا من الاول بقى يغيب عن البيت بالايام معرفش عنه حاجه ويسيبني انا والولاد من غير ولا مليم وفضلت على الحال ده اكتر من سبع سنين مامتي توفت خلالهم حسيت بوحده غير طبيعيه بعد ما راحت اللي كانت مهونه عليا كل حاجه اللي قهرني انها ماتت حزينه من غير ما تطمن عليا كان نفسها تشوفني مبسوطه وقاعده في بيتي زي باقي البشر وجوزي ما انها خالته وفي مقام امه وتعبت منه اكتر مني عشان كده طلبت الطلاق تاني والمره دي كان عن طريق المحكمه وبرضو ناس كتير اتدخلوا بينا وقالوا لي نفس الكلام بتاع كل مرة تحملي عشان العيال أنا بكرة يتغير ورجعت تاني واتنزلت وبعد شهر من الرجوع رجع أسوأ من الأول فقررت أرفع قضية من أول وجديد ووكلت المرة دي محامية كبيرة وفعلا جابت لي أغلب حقوقي وأغلب القواضي كسبتها والكل اتحايل عليا أني أرجع ناس كبيرة في البلد اتدخلوا وقالوا لي هنجيب لك كل الضمانات بعد محاولات كتير منهم وافقت اني اروح اعيش معاه وبرضه ما فيش حاجه بتتغير ده غير اني اكتشفت انه شخص نرجسي جدا واناني فوق الوصف كل اللي فارق معاه انه ما يتسابش مش بينفذ اي اتفاقات ووعود والاصعب اني اكتشفت بعد ما رجعت له انه اتجوز عليا اكتر من مره مش واحده بس منهم اللي رسمي ومنهم اللي عرفي وانا دلوقتي معاه بس عايش حياته ولا كأني على ذمته وبرده نفس الاهمال ونفس المعامله وللاسف اهله مشجعينه ودايما شايفينه مش غلطان قولوا لي اعمل ايه؟ لحد هنا وخلصت رساله ساره رساله تحير صح؟ كل شويه الراجل بحال لما هي تسيب هو يرجع لما هو يرجع هي تسيب طب وبعدين؟ ساره المفروض تعمل ايه دلوقتي تفتكروا ممكن جوزها يتغير يرجع لبيته وولاده ويمشي بما يرضي الله ولا مفيش امل انه يتغير طب لو مش هيتغير ساره المفروض تعمل ايه تسيبه هيعيط تاني تفتكروا هي قد القرار ده هي عايزه اصلا القرار ده طب هتقدر تشيل مسؤوليه العيال لوحدها اسئله كتير قوي في قصه ساره ناس كتير حياتها الزوجية انتهت عشان حد من الطرفين ما بيخلفش بس سارة بطل القصة حقيقية النهاردة لما اتطلقت من جوزها الأولاني بسبب الخلفة اكتشفت أن عدم الخلفة أرحم بكتير من كل اللي شافته مع جوزها التاني وجوزها التاني يبقى ابن خالتها مشيت الحياة بيهم كويس في أول ثلاث سنين لحد ما جاب لابتوب بقى يدخل على الانترنت تعرف على ناس تانية بقى كل شوية يعمل معها مشاكل وخناقات هو بيشتغل محاسب في قرية سياحية كان على طول متغيب يعني عن البيت بالشهر والشهرين رغم المشاكل سارة خلفت منه ولد وبنت بدل ما يهتم بعياله بقى سايب البيت من غير مصاريف ولا بيسأل عليهم حتى لما بنته قالها كانسر فضل زي ما هو بقت سارة هي اللي بتجري على علاج البنت الوحدة لحد ما سارة اكتشفت انه متجوز عليها واحدة زميلته في الشغل طلبت منه الطلاق خدته راحت عند المأذون ساعتها جوزها قعد يعيط وطلب منها تسامحه ووعدها انه هيتغير وهي سامحته بس بعد ما رجعت اكتشفت انه زي ما هو ويمكن اسوء ده حتى مراته التانيه خلعته قررت ساره ان هي ترفع عليه قضيه طلاق كسبتها وكسبت اغلب القضايا اللي رفعتها ضده فرجع يوسط ناس كتير ووعدوها ان هو خلاص هيتغير قالوا لها المره دي احنا ضامنينه اتنزلت سارة عن القضايا ورجعت وبعدها على طول بما فيش رجع تاني أسوأ واكتشفت أنه غير جوازه الرسمي كان متجوز عرفي سارة موجودة معاه دلوقتي عايشة معاه لا قادرة تكمل ولا عارفة تسيبه مش عارفة تعمل إيه عشان كده منورانا من ومشرفانا النهاردة ريهام الهواري أخصائي علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك هاي ري ري أخبارك <applause> إيه؟ مساءك <خولي>. فل؟ <applause> عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ أنتِ إيه؟ <applause> <منورة. تصفيق> و... والله أنتوا وحشتوني <applause> أكتر منورة وجمهورك وحشني حبيبتي منورانا يا ريم والله الله يخليك إيه رأيك في القصة بتاعت النهاردة؟ أه بصي سالي هي سارة أه خليني أتكلم معاكي زي ما أنا متعودة أنا بتكلم من قلبي على طول دايماً أه سارة ضحية أفكار أه مجتمع قديمه لا تنطبق على الوقت الحالي. من القصه اللي انت حكيتيها لي وان هي حاولت تتت... كل مره تحاول هي تمشي هو يرجعها عيلتها ترجعها الكلام ده كله. مم. احنا كمجتمع شرقي اتعلمنا ان الست لازم هي اللي تضحي. طبعا. وان الست لازم هي اللي تدي كل حاجه وهي مسؤوليتها الاولى والاخيره البيت. الكلام ده صح. وعلى عيني وعلى راسي نعم ده كان القديم يعني خني أكمل بسببي؟ اكمل اكمل اتجوز عليا بسببي إيه إيه يا ستي فرصه كمل. <تضلعت> الله حاضر <تضلعت> يا <تضلعت> ايه هو اوعي تقولي صح يا ستي اديني فرصه اقول كلمتين مفيش فايده في اهو خلاص كده اوعي تقولي الكلام ده صح انا ساكته اهو هسمعها على عيني وعلى راسي طول ما كان الراجل زي زمان يعني ايه زي زمان؟ زي زمان يعني عارف يعني ايه الزوجه يعني ايه بيت يعني ايه يحافظ على مراته وولاده ممكن اختلف معاكي انه حتى لو زمان لا ما نرميش على حد واحد زمان زمان كان الوضع الوضع اللي هو خلانا التفكير المجتمعي ان الست الست الكويسه هي اللي بتضحي اللي تعبانه اللي على طول ما بتنامش غير والدمعه في عينها الزمن اتغير، الزمن اتغير في ايه يا سالي؟ الزمن اتغير ان الراجل ما بقاش بيقوم بدوره ولا بيقوم بواجبه ولا بيقوم بمسؤولياته، يبقى هي هل ساعتها صح ان الست تعيش تعيسه طول عمرها؟ هل كيان بيت قائم وين الحالة النفسيه والشخصيه بتاعت الاولاد تستقيم؟ لو إن ست البيت على طول مكتئبه على طول تعبانه على طول مشدوده على طول منهكه فين البيت؟ سي. احنا وصلنا لمرحله مع احترامي للتفكير والثقافه الشرقيه احنا وصلنا لمرحله من حاله من التوهان وكل جيل بقى اسوأ من الجيل اللي قبله لان. الناس اللي حواليك يقولوا لك انت لازم تضحي أنتي يعني ايه ما تضحيش يعني ايه هو وايه يعني لما الراجل يغلط ما طبيعي الراجل يغلط ما طبيعي الراجل يبقى عنده علاقات ما طبيعي ان الراجل بد... بدام بيصرف على بيتك بس هو ده الحل اللي احنا فيه دلوقتي الراجل ما بقاش بيصرف على البيت الست والراجل الاثنين بيصرفوا على البيت الراجل زي ما انت بتقولي في الحاله بتاعتنا الراجل قاعد بالشهرين والثلاثه قاعد في دنيا تانية ولا هو فارق هو طبيعي ان الست والراجل يصرفوا على البيت انا عايزه اعرف في الزمن اللي احنا فيه بيني وبينك بيني وبينك خلينا نكون واقعيين برضو ال ال, ال, ال الارهاق المادي اللي كلنا بقينا فيه يا ساري مم. يتطلب ان احنا نساعد بعض عشان نقدر نعيش حياه طبيعيه يعني زمان كانت الست تقول عايزه أدخلها مدارس كذا هو ملزم دلوقتي يقول لها هتدفعي معايا بالنص ليه بقى حاجتين الغلطه من الطرفين الغلطه الاولانيه ان التطلعات بقت اكبر بكتير قوي من قدرات وجود العلم بيتطور ايوه ومحتاجين نتعلم و... اه بس في في منطق يعني بص بصي مثلا منطق يقول ايه انا ممكن اعلم ولادي تعليم كويس قوي م. لكن عشان أتمنظر على سالي انا بدخلهم مدرسه انا ادخلهم اللي مش عارف, عارف بكين. ايه آه. اللي ايه اللي بكام في السنه طب ما أنتي بترهقي نفسك وبترهقي اولادك وبترهقي جوزك ويرز فين فين السعاده مفيش اه فيت بقى التفكير اللي انا بحترمه م. لا لكل حاجة ليها وقتها يعني وكل حاجة ليها مكان لا أوديهم مدرسة بقدر ده عشان يبقى عندي فائض فلوس أعرف ألبسهم أعرف طبعاً. أسمسحهم وما ما يروحش أخرنجهم. الولد كمان يجي له اكتئاب من الحاجات اللي بيشوفها ومش هناك ده حرام كده يعني أنا هقول لك <applause> حاجة بلاحظها كتير قوي لما <applause> بدرس ولادي في الجامعة ألاقي بنات وولاد زي الفل بس قدرات اهاليهم الماديه مش على مستوى زمايلهم. يلهم يفضل بي هذا بيموتوا اهاليهم هذا الشاب وهذه الفتاه الجميله على طول مكسورين على طول انت مش شايفهم راكبين عربيات عامله ازاي؟ انت مش لابسين ايه؟ طب ليه اعمل في عيالي كده صحيح؟ ليه؟, ليه؟, ليه؟ وبعدين بيني وبينك آه. بقى وخلينا نبقى واضحين ولكل بليز البني ادم الناجح ناجح البني م. ادم اللي عايز يوصل بيوصل مش لازم ابدا يبقى تعليمي من احسن جامعه واحسن مدرسه عشان اوصل أو طب. كلنا كنا تعليم جامعات عادي مش بس الـ الـ مش يعني عايزين م. ننجح طب. تمام م. فهي مش بس بالتعليم م. لا بالرغبه وبناء الشخصيه لكن طب. لما ادخل شخصيه مهزومه لان دايما اللي حواليها احسن منها لان دايما اللي بيقللوا من شانها يبقى انا كسبت بني ادم يخدم مجتمعه ولا مم. بني ادم مكسور ومش نافع حتى لنفسه انت شايفه ان القصه النهارده عشان هي ما بتشتغلش او مش قادره تصرف معاه لو هي كانت بتصرف او قادره ان هي تشتغل او ليها دخل او بتنزل او او كانت هتتحل شويه المشكله ولا هي مشكله كبيره قوي لدرجه ما يعني لا الراجل ده محتاجين نحلله واحده واحده الاول اه يعني تقولي لي كده نمرة واحد مم. هذا الرجل لا هو عنده مشكلة، أولا هو متدلع متدلع ازاي ما بيغلطش؟ هو ده ايه ده يعمل كله مصيبة ومصيبة ما هو متدلع يعني ايه؟ يعني عايز يعمل كله مصيبة مصيبة وأهله كلهم بيطبطبوا عليه وأنتِ تستحمليه، إحنا بالساري. نشيله وأنتِ تشيليه أنتِ عارفة يعني إيه حمادة يعيط عند المأذون أنتِ والعيلة قطعت يا عيني شرايينها لأن الولد يا حبيبي بيعيط لازم أه تستحملي الله أبننا عيط أنتي بتهرجي ولا إيه؟ ما عمال يتجوز يا حبيبي إيه؟ يعني ما يتجوز يعني معلش هنعمل ايه ما الواد في غربه برضه ما هو انت تسمعي كلام الاهل تستغربي جدا يعني وبعدين دي مش بنتكو هو احنا بنتكلم مش هي قريبته مش هي بس انا سمعت كلمتين إيه النهارده وعايز اسالك عليهم بجد بما انك بتحللي سلوك مجتمع اتفضل هل فعلا ما حدش فينا من الاهالي او من اهالينا بيقتنع ان احنا وحشين لما حد يجي يقول له؟ يعني لو انا اشتكيت مثلا لحماتي عمرها ما هتاخدني على قد عقلي مش تقتنع ان جوزي فيه حاجه لو هو اشتكى لمامتي لمامي هتقول له اه فعلا عندك حق لا هي على حسب ولا هو ده, ده, طبيعي في مجتمعنا يعني ده ده حقيقه وانا لازم اصدقها ما بيقولوا لي ان هو فعلا غلطان مثلا ساعات هل ده حقيقه ولا هم بيضحكوا عليا لان انا النهارده سمعت كلام حتى اضحك انتوا بتتكلموا جد انا اتغفلت زي ما بيحصل في القصه عارف ساره خلتني اعمل ايه فأنتي قولي الحقيقه ارجوك يا ريهام <applause> <applause> هو قال لك القرد ايه <applause> القرد فانهم <في> غزال <applause> يعني انا لا يعني لقيت مامتي بتقولي مامي بتقول النهارده احنا قاعدين والله العظيم بتقولك ايه انا اقبل انه انا اقول لها ان هي غلط لكن حد تاني يقول على صح. بنتي غلط ابدا, أبداً. ليه ما هي غلط ساعات ساعات بغلط عادي معلش بيني وبينك انا اديكي كلمتين بس ما حدش يقول لبنتي وحتى كده. لو هي سايره حد في الكلام ليه؟ مش مقتنعة لان هم بياخدوها على نفسهم يبقى هي اللي ما ربتش يبقى الغلط فيها فهي بتشوف الغلط في الاثنين يعني عشان كده هي شافت ان تدخل الزياده بوظ البيت وما كانتش لازم تشتكي طبعا هي خافت تشتكي هي مش مش لازم تشتكي هي خافت تشتكي ما هو انت لما الناس كلها تقول لك انت غلطانه انت ما استحملتيش انت غلطانه انت ما عملتيش انت ما انت ما هو انت لو كنت واخده بالك منه ما كانش عامل حتى مامتها كنت... خلي بالك بس هي عيني كانت بتقول مامتها كانت نظرتها كلها أيوة أهرة قهرة وفي كلمه هي قالتها وانت قلتيها ان هو انت هتطلقي تاني ده لا اله الا الله ما تحليلك المجتمع لحد النهارده بيشوف المطلقه عامله ازاي من غير ما من... مش عايزه مش عايزه تجميل في اول حلقه انا طلعت معاكي اه انا فاكره الطلاق عمره ما كان فشل ثانك يو لما بنوصل لمرحله الطلاق معناها ان العيشه اصبحت مستحيله بس الناس هتقول عليك ان انت ما تتعشريش انت ما تتعشريش يا ريهام ما هو اكيد طلقك عشان كده والله يا حبيبتي لو إن لو انا ما تعشرتش مع فلان انا ممكن اتعاشر مع علان برضو يا الله 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 في مثل بيقول ان اللي انت شايفاه خرده تاني يشوفه كنز دي حقيقه كل فوله وليها كيال انت ما كل فولة وليها كيال. طب انا عايز اسالك على حاجه النهارده انت حاسه ان ساره عايزه تتطلق؟ هل هي سيريس او جديه؟ هي عايزه تتطلق وخايفه من المجتمع واللي حواليها وخايفه ان هي ما تعرفش تشيل مسؤوليه نفسها طب رغم ها. ها. رغم ان يا ساره انت شلتي مسؤوليه البيت في عدم وجود راجل وفي مرض بنتك اللي يقدر يعمل كده يقدر يعيش لوحده بس كده احنا بنتحرضي على يعني انها تطلق معلش ما هو هي دي عيشه بجد يا الله واحده راحت حاولت تطلق ثلاث اربع مرات ثلاث اربع مرات بقضايا سيبك انت سيبك هنفترض ان ساره انت شر في نفسك تفتكري الراجل لما انت تبقي عايزه تطلقيه ثلاث اربع مرات هيعيش معاكي وهو عنده ثقه فيكي <applause> يعني ده مش ممكن ده انت كل يعني كل نكسه عندها في البيت تقومي بعدها تطلبي طلاق بالظبط يعني قدها ودود يعني طلاق يعني حتة, حته الموده والرحمه ما بين الاتنين انعدمت ومن زمان طب على لو فكرة. خدت عليه ضمانات ما فيش اي ضمانات في والنبي بالنبي بجد بقى اسال يعني بذمتك يا شيخ امم <applause> وحيات اغلى حاجه عندك يا شيخ قولي <تكتصفيق> <تمتصفيق> لي حلفتي لي بالغير في اتنين يبقوا متجوزين <applause> وبيتهم مقفول عليهم واخد عليك ضمانه وانت تاخد عليا ضمانه وفتح لها دماغها فعلا انا مش دي يا جماعه انا قصدي الراجل الراجل ايه اللي بي بيضايقه او ممكن يخليه يمشي كويس او بالبلد زي ما بيقولوا الفلوس بتقهره لو انا كتب لي البيت وكتب لي مش عارف ايه هتمشي تمشي كده بسيوني مش أي حاجة خالص يعني هو مش هيبقى ليه سفير يعني علاقات بره تفتكري؟ اه تفتكري؟ أتعصمني؟ بس هتبقى على الأقل عرفت أهو يعني عاقبة شوية يا شو ماما يعني. ده جوزك لا إله إلا الله جوزك يعني جوزك ما وقفش يعني جنبي. ما هو يبقى ما ينفعش الجواز الله هو مو ما بني على باطن يا سالم طب ما هو أبو العيال وأنا مش عايز العيال تعيش من غير أبوها برضه يعني ول... ولما العيال تطلع في بيئه الاثنين بيعملوا كده في بعض وبياخدوا عليهم ضمانات وكل واحده عامل كده للثاني هي دي اللي هتشجعي الطفل او الطفله ان في يوم من الايام يبقى عندها بيت مستقر طب ما هو <تبعو> الناس اتدخلت برضو يا ريلي وقالت لهم خلاص يا جماعه احنا هنرجعوا ومش عارف ايه يا سالي يا حبيبتي الاجيال بتبوظ بالسبب ده لان خلاص البيت ما بقاش بيت الحب ما بقاش حب الموده ما بقتش موده يا سالي احنا وصلنا لمرحله ويقول المجتمع بيوقع من ايه؟ مم. ما هو لما بيطلع جيل بيشوف ان الام وابوه واللي فوقيه واللي فوق واللي فوقيه دي عيشتهم ودي حياتهم وده احترامهم لبعض وياخدوا ضمانات على بعض وابوه وامه بياخدوا ضمانات مم. على بعض عشان يقعدوا في نفس البيت تحت نفس السقف هيطلع ده بس شكل بس انا إيه؟ عايز أقولك على حاجه انه دايما بيقول لك برده وده هتطرق ليه برده لفتحه الانترنت وكده انه بيقول اول سنه جواز بتبقى صعبه جدا وثالث سنه تقريبا وسابع سنة وسابع سنة اه هي ما حسيتش بقى في الأول اللي هي اللي بتبقى أبشع سنة دي أول سنة دي بتبقى رهيبة يعني أول سنة دي بيبقوا خلاص هيطلقوا بس بيخلفوا عيال عرفت تلاقي الست حامل فيقول لك هنقعد اه يعني ده اللي أنا شفته من الأغلبية ده طبعا. فأول سنة دي إن تعدي بتعدي بعيل لو احنا جينا بقى قلنا عند الثالثه هو ليه في الثالثه هي اتفاجئت باخلاقه يعني ما هو كان ماشي سنه اتنين تلاته وخلفت ولد وبنته كانوا لذيذ والعيشه لذيذه ايه اللي حصل؟ بصي الانترنت هو اللي عمل كده؟ بذمتك <applause> ما كانش بيشوف <applause> ستات في الشارع شافهم على الانترنت اه يعني هما الاتنين يا عيني هو حبيبي ما شافش حاجه خالص ما اتفرجش <applause> على التلفزيون طب بلاش انترنت ما يتفرج على التلفزيون <مم> لا يا سالي هي مش كده هي الاتنين آه وصلوا لمرحله ان هما اولا مو واضح ان هي جوازه اتفردت واتفردت على الاثنين؟ <applause> لا ده ابن خالتها بتحبه من, <applause> <applause> <بتحبوا> من زمان <زميه> لا والله اكيد هيطلع بيخلف طالما تانية طلع ما بيخلفش هقول ايه طيب هو <applause> يعني لو ارد حد... عليكي ولا سيبك انتي تروضي انا هسيبك انتي اللي تروضي بصراحه آه مفروضة وش طب بقولك ايه لو حد اتطلق من حد عشان ما بيخلفش دي نداله لا بص يا سليمه مفيش حاجه اسمها نداله لما انا ابقى انا عارفه انا احتياجي ايه وابقى عارفه ان العيشه اللي انا عايشاها مش هتديني احتياجاتي، هفضل نقمه على البني ادم اللي معايا ونقمه على عيشتي. طب لو انا طب قلت له انا هكمل وطلعت عيله ما قدرتش اكمل. دي نداله؟ لا لا مش نداله. مش نداله؟ يعني, يعني لو احنا بنتكلم على الست اللي هي بتبقى مهتمه بمستقبلها المهني ولما تبقى شايفه ان جواز في الاول ده موقف لها مستقبلها المهني فتقرر انها ما تجوزش او ما تكملش في الجوازه دي على مستقبل مهني واضحك عليه واقول ان انا هسيب الشغل وانا مش هسيب بالظبط لو بنتكلم في حته زي آه دي طيب. يبقى ما جايب طفل والشعور بالامومه ان هون اكبر الشغل <applause> أنت من انت من انت ليه كده قولي بعد الجواز اصلا اتغيرت بس لا حاجه قولي قولي الامومه لا, <applause> لا ما هو طبعًا كل واحد اه لان ده الشعور الداخلي ده, ده انت مش بايدك حته الامومه دي غريزه انت الغرايز صعب التحكم فيها طب الراجل بيبقى زيه زي الست في في السلوك ده يعني في الغريزه دي انه ولا هو بيبقى عشان المجتمع ولازم نفرح بخلفتك وعوضك و... لا في بصي بصي هي طبعا مختلفه من الست للراجل طبعا ده اكيد مم. ولكن في رجاله لا عندهم الغريزه دي ب... مش غريزه ال... ال... الابوبه, الأبوبة. مش حاجه اسمها غريزه الابوبه مم. ولكن رغبه في رجاله بيبقى عندهم الرغبه في ان هم يبقى عندهم ولاد بتبقى اقوى ساعات من الست بجد جدا لان ما اعرفش هم بيبقى... بيبقى عاده بتيجي من الراجل اللي هو بيبقى وحيد ف ابن عايز ح... يبقى عنده عايز هو عايز الاحن يعني دول بيروح ناني فب... اه فعادة بتيجي في الحته دي اه هل وانا مش مرتاحه بخلف طفل تالت؟ والله دي اللي انا ما فهمتهاش ما هي جت غلطه يعني يا يعني انا ما يعني جت يعني غلطه يا ريهام بص يا سيدي جت فجاه انا عايزه اعيب على ال م. الستات والرجاله في نقطه معينه ايه بقى لما احنا نوصل لدرجه ان احنا نكرر ما بيننا وما بين نفسنا ان احنا ما نقدرش على العلاقه دي ومش قادرين نستمر في العلاقه دي يبقى نقف مع نفسنا الاول واقفه كده جد عارفه لو خلفتوا حاجه هتتغير ما هو قال اللي بيتقال انا عايزه اقول ده قولي اقف مع نفسك واقفه جد مرد. وبعدين ما نبقاش بقى ماسكه مسدس وعاملاه كده في وشك وتيجي الطلقه تطلع فتموتي يقعد انا اعيط لا مفيش حاجه اسمها كده مم. في حاجه اسمها يوم ما اقول ان انا عايزه اطلق يبقى لا رجعه فيها مش طلعني طلعني ولما يجي يقول لها انت طالقه تقعد عايزه طلقني لا طلق لو هو فعل. بقى تحليل سلوك الستات كلها بتقول طلقني بس لو طلقها هتوري له ايام فاهمه هو... مش هتعقل آه يومك مش عادل. بس بس دلوقتي بقى في الزمن اللي كل واحد بتلكك تقولي له آه. هيقول لك يلا بالسلامه قدرتي تقولها طب ما انت اللي طلبتيها ريحتي بس ساره مش حاساها جد في طلب الطلاق آه لا هي واضح ان هي اللي بترجع في بص في علم نفس بتاع الوقت بتاع الطلاق ده في حاجه م. اسمها منتال آه ديفورس او اللي هو بنسميه الطلاق العقلي والطلاق العاطفي يعني ايه ده بي. ايه الطلاق العقلي والعاطفي دي ان انت بتبقي عايشه مع واحد لكن انت من جواكي فعلا حصل انفصال ما بينك وبين هذا الشخص فوصلتي لمرحلة أنك فعلا من جواكي شعوريا وبعقلك الباطل وعقلك الحاض الواعي الاثنين أنت انفصلتي فده بنسميه المنتل ديفورس لما بيحصل ده ممكن أبقى سا... عايشة معاه وحاسة كده بالظبط فلما بيحصل ده أنت ما بترجعيش في كلامك لما بتيجي تقولي خلاص انا هطلق وفعلا بيبقى حصل الانفصال ده لما العالم كله بيتكتل عليكي علشان يقنعوك بغير ذلك ممكن اكلمك بقى ب... يعني ده كلام علمي اكلمك بالبلدي بقى بلغه الشرقيه اتفضل حضرتك إيه؟ وانتي معاه اتعودي على عدم وجوده عشان لما تيجي تمشي فجاه ما تتوجعيش م. دي مش نداله؟ <applause> <applause> برضه اسالك <تاني> نفس السؤال <applause> يعني انا بتعود على بعدك وانا معاك عشان انا بعد كده ما لا دي مش نداله دي خيبه والله معلش انا اسفه يعني ليه, بقى؟ لا لان انا بمنع نفسي من ابسط حقوق السعاده مع الر... ان انا عايشه حياه مستقره مع راجل بحبه يعني انا عشان خايفه انك تسيبني في يوم من الايام لا انا قصدي لو, لو انا واخده قرار مش الطلاق آه. انا انفذ بقى ان انا ايه لكن زي ما لا واحده تانيه تعمل كده ده قرار الطلاق يبقى ننفذ موضوع الطلاق، فالطلاق دي مش كلمه نقعد <applause> نلعبها كده لبعض عشان نشوف غلاوتي عنده وهو يشوف غلاوتي عندي والكلام الفارغ. تعرف انا حاسه ايه في قصه ساره انه مفاهيم في المجتمع اللي هي عايشه فيه او في الحته اللي هي فيها انه لازم نكبر الكبار ونسمع كلامهم ونيجي على نفسنا وده كبير القعده وده كبير البلد. فانا باجي على نفسي نصبوك. هي خايفه ان هي تطلع ندله عشان كده دايما بسالك انه ندله يعني ده الجدع في بلدنا انه يقول لها برافو انك استحملتي لا في مجتمع صح في آه. مجتمع ما هي ده اللي انا بقول اللي الجدع اللي يجي على نفسه ويموت مقهور ده ده اللي ابتديت اكلمك فيه في الاول خلاص اللي هي الافكار الثقافيه اللي موجوده عندنا مم. اللي بتخلي البني ادم طول عمره عايش تعيس وده مش صح لان النتيجه بتاعته ان بقى كل جيل اسوا من الجيل اللي قبله طبعا. وكل جيل علاقته بالاسره بقت اضعف من الجيل اللي قبله وكل جيل احترامه لزوجته او لزوجه بقت اقل وده معناه ان في غلطه من الاول بتحصل احنا ما دي ممكن جهائش. تكون غلطه من الاول ان الاختين هما مش كلوس قوي او قريبين قوي من بعض ان هي تعرف تخلي ابنها يمشي عدل مع بنتي ما حدش بيمشي حد عدل في الزمن اللي احنا فيه ده احنا يعني ما فيش حد بيمشي حد مش عايز يمشي سالي لا بس يعني قصدي انا منظري وحش لانه ال... ابني مش قد الالتزام في الجواز فانا هبقى ست مكسوفه ان كلهم بي... من اول ما هو كلهم بيدلع ده الولد عيط يا ماما ده آه. احنا بندلع مش قلت لك ده بني ادم متدلع لا انا قصدي خلل في التربيه في الاسره من طبعاً الاول طبعا ده من الاول وكفايه ان انت قلتي كلمه ان هي كانت مجبوره على الجواز إن هي تنزل ويبقى عندها بنتها عندها كانسر وتنزل لوحدها دي قهر. ده ده لما يبقى كبير مع احترامي بقى للجميع. مامتك وابوك فين؟ لما يبقى الكبير عيلة هو اللي يقول لها ارجعي ومش قادر يشوف غلطة هذا الرجل إن ما ينزلش البنته اللي عندها سرطان فعيب. ده أنا بقولها بقى لكبير العيلة، عيب أقول لها تستني وفي نفس الوقت شايف ابني ما بيقومش بواجباته، عيب. عيب على كبير أن يشوف المنظر ده طبعًا. ويحكم لطرف على حساب طرف ثاني غلطان كلامك واضح وصريح ومش محتاجه اقول لك قولها روشته يبقى الكبير عايز له كبير نورتيني يعني ثانكيو انا سعيده <applause> انا كمان والله <applause> استنونا بعد الفاصل استنينا يا ساره هنتكلم معاكي شويه في حكمه كلنا عارفينها بتقول لك ايه من امن العقاب اساء الادب يعني ايه؟ يعني الشخص اللي بيعمل تصرفات غلط ما بيدفعش ثمن اللي عمله او بنحاسبه عليه عادي ممكن يرجع تاني يكرر نفس الغلطه اللي عملها ما ما تعقبش. ده اللي حصل في قصتك مع جوزك وابن خالتك يا ساره اول ما عيط عند المأذون وعد أنه هيتغير انت عملتي الصح بالمناسبه عشان نبقى بنقول لك برضو ليكي واللي عليكي وافقتي انك ترجعي له ده تقدير للناس وكبرتي الناس اللي قاعده وعشان خاطر عيالك لكن هو ما كانش قد المسؤوليه، رجع ولا كان حاجه حصلت، بقى مكمل مستمر في اللي هو فيه. الغلط الوحيد منك يا ساره ان انت ما خدتيش ضمانات كافيه عليه عشان يرجع، ضمانات توجعه يعني لما يقرر ان هو يعمل تاني نفس المشاكل دي يبقى عارف ومتاكد انه بعد كده مش هتعدي بالساهل. يغلط ويروح يتجوز ويرمي بنته المريضه، كل ده يعدي كده. طب فين العقاب؟ لا. انا مش عارفه ايه الضمانات اللي ممكن تكون مناسبه لحالتك او ترضيكي انت بس اللي اعرفه ان الناس اللي بيحكموا في الاعداد العرفيه دي في المشاكل يعني اللي بتحصل بيبقى فيها آه طرف بعد كده ما يلتزمش بكلامه بياخدوا عليه وصولات امانه تتساب مع حد ثقه وبعدين يبقى في حكم عدل بين الطرفين تبقى معروفه الاعداد دي. بحيث ان هو لو رجع وغلط تاني او رجع لتصرفاته القديمه الوصولات دي نقدمها للمحكمه او مثلا يكتب شقه باسمك أو أو, او 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 يعني يبقى في عقاب فهميني او اي حاجه تانيه ممكن تحفظ ليكي ولولادك حقوقكم تحميكم من اللي هو فيه ده المهم يكون في وسيله عقاب يبقى عارف انها تتعاقب مش هتعدي كده بس فكره معلش نرجع ننسى اللي فات هعيط تاني فهتسامحيني ده مش كلام سليم ولا ينفع كل اللي اتدخلوا قالوا ان نيتهم خير ممكن يكون حقيقي بس هما مش في موقفك الخير الحقيقي اللي يحافظ على البيوت اننا نمسك الطرف القوي ونعلمه غلطه مش دايما بنطلب من الاضعف او الطرف دايما المظلوم ودي بتحصل فعلا انه يتنازل عن حقه او معلش سامح ونقول له معلش اتحمل واصبر عشان ولادك هتبقى مطلقه تاني ما تخرجيش من بيتك يا بنتي في نفس الوقت سايبين التاني من غير ضمانات ما هو عيط يا جماعه نيجي على اكتر من كده لا ده حرام ده ظلم انتوا كده ظلمتوها سمعتي معايا نصايح دكتور ايهام الهواري في الفقره اللي فاتت سمعتي الكلمتين اللي قلتهم لك بما يرضي الله عايز أقولك لك على حاجه مش حساكي جد وعايزه تمشي ما مني اللي عايز يمشي بياخد موقف ولو انت مش عايز تمشي عشان خاطر عيالك فتبقي ست جدعه مش أقولك ايوه واعملي بس خدي ضمانات خليه يخاف من حاجه طالما ملوش كبير مع احترامي للكل وهستنى منك رساله تطمنيني فيها عملتي ايه هستنى من كل اتفرجوا علينا سمعوا قصه ساره يقولوا لها هي ممكن تعمل ايه ممكن تبعتوا على فيسبوك وتويتر وانستغرام وواتساب قولوا ايه الحل ما ساره ونحاول نحل كلنا مع بعض في قصه حقيقيه باي باي